موضوعات كثيرة تتعلق بالسياحة إلى بلاد الشمس أثيرت في مهرجان عيد العمال الذي أقامته شركة ألبا في متنزه خليفة بن سلمان في المحرق بمناسبة أول مايو عيد العمال. في هذا المهرجان الذي لقي إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين والسياح الخليجيين والعرب والأجانب، تم تناول موضوعات تتصل بالسياحة في مملكة البحرين من جوانبها المختلفة أثارها الحضور في مهرجان احتفال البحرين بعيد العمال. أهمها أثر هذه المهرجانات التي تقام في ربوع المملكة على عملية تنشيط وترويج السياحة إلى مملكة البحرين. تعالوا نلقي نظرة على هذا المهرجان الجميل الذي جذب أعدادا غفيرة من الزوار في هذه المناسبة. مساء الخير. مساء النور. أهلين. تعرف عليك؟ توني حنوش. أهلا ونعم فيك أستاذ توني. من وين أستاذ توني؟ من لبنان. نعم. إيش كثر صار لك في البحرين؟ أنا لي 15 سنة في البحرين. ما شاء الله، يعني العمر كله إن شاء الله. جيتك على البحرين من 15 سنة لحين، هل اختلفت الحياة في البحرين كحياة معيشية وحتى طلعات يعني؟ طبعا في شوية اختلاف، هلا هو التطور العادي لأي بلد يعني، والحمد لله البحرين عم تعيش تطور اللي عم بيعيشه كل العالم يعني، من أي شيء بيتعلق بالتكنولوجيا أو بالتطور المجتمعي، الأوبشنز اللي الشخص اللي عايش بالبحرين ممكن يطلع فيها يعني. شنو مثلا تقول حق مثلا اهلك في لبنان او ربعك انه تعالوا البحرين، وين بوديهم وين بطلعهم؟ هلا بقول لهم تعالوا، اكيد بقول لهم تعالوا، هن اوريدي يعني اساسا اجوا اكثر من مره بزيارات، بنطلعهم على مختلف المحلات يعني، صار فيها عده مثل الباركس مثل الحلبي مثل القلعات مثل كثير محلات موجوده بالبحرين، المطاعم يعني كل شيء بالبحرين اجمالا حلو بجنن، ولو ما هيك ما ضلينا فيها 15 سنه اوريدي. أكيد. وهل نوع من الفعاليات اللي مثلا في الأجازات، اليوم طبعا عيد العمال، يحبون يقومون بفعاليات إن يغيرون فيها الجو العائلي يعني في جميع أنحاء البحرين، هل هالأشياء تحبون دائما تحضرونها ولا مجرد لأن أجازة؟ طبعا طبعا أكيد الفعاليات بتأثر على كل شيء يعني، بتعطي اندفاع للشخص اللي قاعد انه يطلع، وللاجتماع المجتمع من مختلف الحضارات، نحن بنعرف انه البحرين فيها كثير من الحضارات والجنسيات، فبس يجتمعوا بمحل عام هو المكان الافضل للاجتماع. والله اليوم لسه مبتدي، واجازه سعيده ان شاء الله، مشكوره وقتك. ينعاد عليكم. ثانك يو. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? Ilko. Ilko and Olivia. This is Olivia, yes. Olivia, can you say hi? Hi. No, she's not into it. So you told me you live in Saudi and you come to Bahrain more often? Yes, we come about once, twice a month. Okay. Specific events you come for or just generally? Typically we just come for a visit. We visit the city center mall, we go to some other malls, make sure the kids have fun, catch a movie. So just some things we cannot do back in Saudi and we entertain ourselves over here. That's very good. Do you hear about the events that usually happens in Bahrain? We hear about a lot. We have a good connection with the Intercontinental Hotel here, so we get a lot of information from them about what kind of events, festivals are going on. We've got close connection with the Dutch community, so those are things that we do to stay connected. Exactly. Do you think that Bahrain is making enough effort to let people know outside Bahrain, or even the foreigners inside Bahrain, to have even a better time?
Oh, I think they certainly do. I mean, they organize quite some festivals, quite some entertainment. Sometimes it's difficult for us on the other side in Saudi Arabia to know what's going on, but we've got our friends and network. It just takes a while before you know where to go. But no, we've been here 2 years now, so we know where to go now. نواصل مع أحد الزوار الأجانب. Hi, good evening. Yeah, good evening. Or good afternoon, Sasan. Can I know all your names? Yeah, my name is Nada. My name is Shella. Parvez Hadi. Kausan Niazi. Zedan. This is very, very nice day to come all together around. I mean, it's a holiday, it's a long break. Did you hear about this event from friends, or how was it? Like, how did you know about it? Of course, you know that especially the Labor Day is well respected in all countries, especially in India. And if you see top to the bottom, all the staffs, especially these days, they are not going. So, of course, I'm also feeling very good, especially I'm enjoying with my family, and especially his brother. He came from Saudi just to enjoy here in Bahrain. Okay, so you don't live here, you live in Saudi Arabia? Yes, sir. I'm came here from Saudi Arabia. This is the first time you come in Bahrain? No, second time. Second time. So what do you tell him to bring him here? No, actually, especially the most important concern at this time, he came because he came here with his wife. Yes. His wife is dentist, actually. You have fun here, enjoy your time. Do you have a specific places that you like to enjoy your time with your family? This is my first day. Actually, I don't know much more about it. My brother will tell and go with him. You tell me, where are you taking them? Just now we came here, now we are planning to go Zalaq, Aldar Island. Let's see. So basically around Bahrain, so they enjoy the weather and the summertime. Yeah, very good weather. The weather condition is really pleasant in Bahrain nowadays. So we are really enjoying with this weather. Well, I'm glad that you're enjoying your time. Welcome to Bahrain. I always hope to come back and enjoy the lovely holiday. Thanks a lot. Thank you very much. Bye. Bye. مساء الخير. مساء الورد، حياكم الله. تعرف عليكم؟ محمد رشيد. رنا. أهلا ونعم فيكم. من وين؟ احنا من الأردن. صار لكم من زمان في البحرين؟ والله صار لي سنة ونص تقريبا. يعني شبه جدد. لما جيتوا على البحرين كيف كانت التأقلم مع البلد؟ والله بلد جميل جدا، يعني خصوصا كمان بأهلها، يعني أهلها طيبين وناس كرماء والجو فيها جميل جدا. يعني واحد مش حاب صراحة يطلع منها، يعني الواحد بروح على البلد، وكان رحت زيارة على بلدي وكنت متشوق إني أرجع مرة ثانية. يلا دائما إن شاء الله دائما ساعدتكم البحرين، هاي أهم شيء. كعائلة توفرت مثلا هالنوع من الفعاليات اللي دائما تحفز الناس يجون ويا عائلاتهم يستمتعون بيوم أجازة نفس اليوم؟ أكيد كلنا مبسوطين، أجواء حلوة. في أماكن ثانية أو دائما مثلا وين طلعاتكم تحبوا تطلعون فيها؟ أغلب إيش والله المول، سيتي سنتر، هون الحديقة، كثير في أجواء. وين ما بروح الواحد عن جد ينبسط. حميد عرين، شو اسمه، رحنا كمان على جزيرة البدر أو الدار بالضبط، يعني كانت جميلة كمان. مساء الخير. مساء النور والسرور. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. الاسم؟ فيصل بن محمد المصاري. فيصل من وين؟ من السعودية. هلا ونعم فيك، شرفت البحرين. شو أخباركم؟ يعني يا يوم الجمعة البحرين دائما تجي البحرين ولا مجرد عشان عيد عمال؟ يعني أكثر الأحيان نجي، الحمد لله بحرين أهلنا يعني، وعشان مهرجان عيد العمال بعد كيد ما يتطابق في البحرين. مساء الخير. مساء النور. تعرف عليكم؟ أروى. يوسف. هلا ونعم فيكم. أروى يوسف، هالنوع من الفعاليات من وين سمعنا عنها؟ والله من الجرائد الرسمية، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أكثر شيء من حتى أكثر شيء من السوالف العادية اللي بينه وبين الربع. بلا هاللون، كل واحد يقول يلا جمعة بنطلع هاللون، في شيء صاير. إيه أكثر شيء برامج، يعني يقول لك الويكند وين برنامجكم، والله مكان فلاني مكان فلاني، يعني أكثر شيء يعني من المصادر الشعبية أكثر شيء. ولا ما شاء الله الجو طيب، المكان طيب، الجمعة حلوة، يعني ما شاء الله شيء طيب. يعني وين بعد طلعون إذا مثلا ويكند غير أو ما فيها الفعالية؟ بحر، منتزهات، مجمعات، حدائق شو اسمه العامة يعني.
الخير، نتعرف عليكم. مساء النور، سرور علي سلمك. أنا محمد المعرفي، نائب في البرلمان البحريني، نائب رئيس لجنة الخدمات. مساء النور، رئيس اتحاد الحر نقابة عمال البحرين يعقوب يوسف محمد. ما هو تصوركم للمشاركة السياحية فيها؟ يعني حتى ناس يجون، شفنا ناس من مختلف بلدان الخليجية، شنو كان المقصد بها؟ هل كان لها علاقة بالسياحة؟ طبعا هذه من يعني من صميم المقصد اللي في السياحة. اليوم كنا احنا نثبت حق العالم تعالوا شوفوا عمال البحرين، اليوم احنا مع المستثمرين، اليوم نقول حق المستثمر تعال شوف البحرين، البحرين خضرة وحلوة، اليوم البحرين بشعبها وبطيبتها وذي، والأرض خصبة حق الاستثمار وحق السياحة الله يحفظه. بالنسبة لأهمية هذه الفعالية للسياحة في البحرين، الحقيقة الأمر واضح وجلي. احنا واقفين الآن أمام يعني جمع من الجمهور ومختلف أطيافه وأشكاله من الدول المجاورة وأيضا من الجاليات الموجودة في مملكة البحرين، إضافة إلى المواطنين بشتى أنواعهم وأعراقهم. الحقيقة البحرين دائما سباقة في القيام الأعمال اللي تساعد السياحة العائلية، ونحن طال عمرك من خلال البرلمان دائما احنا الشركاء الأساسيين مع الحكومة لتنويع مصادر الدخل، والسياحة العائلية من أهم الركائز اللي ترفع مقومات الدول الحديثة، واختيار النقابة لهذا المكان لهو دليل أنه مكان مفتوح ومش مكان مغلق. هذا يدل على أن الاختيار اختيار صائب، واللي احنا نشوف الحقيقة يعني من الجمهور الغفير، واحنا من هنا ندعو الجميع أن يشارك في مثل هذه الاحتفالات الكبيرة واللي تعيد بالنفع على الوطن والمواطن والزائر. احنا نساعد النمو السياحي في البحرين من خلال فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية ونشر الثقافة وعمل مثل هذه البرامج ونكررها بين حين وآخر، على أساس نبين للمجتمعات الخارجية أن احنا البحرين موجودين على الساحة، ودائما البحرين دائما سباقة في عملها، ودائما ولله الحمد والمنة بقيادة الرشيدة اللي يقيدها جلالة الملك وسمو رئيس وزراء ولي عهد الأمين، لهو دليل على أن البحرين دائما تكون في المصاف الأساسية في عملية السياحة. وأنا من هنا أهنئ شعب البحرين وبالأخص أهالي منطقة المحرق، المحرق العتيقة، لأن الاحتفالات القديمة والجديدة دائما تأتي في مثل هذه الأماكن التاريخية ولها بعد يعني ثقافي وسياحي يعني كبير. طبعا هذه رسالة من الاتحاد الحر نقابات عمال البحرين، ان اليوم احنا قاعدين نسوي هذه الفعالية على اساس نراوي المستثمرين. اليوم العمال هم الشريك الحقيقي لبناء اي وطن، فاليوم احنا نكلم كذلك المستثمرين اللي هم اصحاب العمل. احنا طبعا ثلاثية الاطراف، اصحاب العمل والحكومات والعمال، اليوم احنا شركاء حقيقيين معاكم، تعالوا اليوم خلونا نستثمر واليوم نبني اوطاننا للازدهار وللتقدم والرقي أكثر. نتواصل معكم أعزائي المشاهدين مع لقاءاتنا، نتعرف عليك. معك الدكتور جمال أحمد يعقوب كمال، رئيس قسم الأطفال شركة نفط البحرين بابكو. أهلين دكتور، شخبارك؟ الله يخليك وطول عمرك. نورتونا اليوم في يوم أجازتكم وياين عشان نسوون هالفعالية. صراحة هاي دورنا ونفتخر نحن نكون يعني رعاة ومساهمين في جميع الفعاليات اللي في النهاية تخدم السياحة بمملكة البحرين وتشجعها، وفي نفس الوقت هذا اليوم هو يوم العمال العالمي، واحد الايام يعني المميزه اللي احنا نكون فيها عامل مساعد لتقدير هاي العمال او الفئه الكادحه اللي هي يعني احد اساسيات عجله التطور في مملكه البحرين، وهذا شيء يعني يعتبر واجب من عندنا. وعندكم اكثر من شيء، يعني عندكم في متحف النفط او اشياء اخرى تساعد فيها على تطور السياحه في البحرين، لو تخبرني بنبذه عنهم. طبعا شركة نفط البحرين أولت اهتمام شامل بدعم السياحة
دعم المشاريع السياحية، إنشاء متحف النفط، أحد هذه البوادر الإيجابية في دعم السياحة. وطبعاً متحف النفط من تم إنشائه يحاكي قصة اكتشاف النفط في مملكة البحرين، ويحتوي على بعض المعدات والمخطوطات القيمة، بالإضافة إلى بعض الحفريات اللي تبين تركيبة الصخور في مملكة البحرين، تبين أنواع النفط مراحلها، ما تم اكتشافها، والعقود اللي تمت فيها، يعني المراحل العقود اللي تمت فيها لما وصلنا للمرحلة الحالية من التطور في شركة النفط وما آلت عليه من جودة في النفط وما شابه ذلك. وطبعا هذه المتحف يعتبر جذب سياحي لما يزورون السفن والأجانب، طبعا يبادرون بزيارة هذه المتحف القيم. وأنا بدوري أدعو الجمهور والناس عامة أن تزور متحفنا اللي هو يفتح أبوابه في يوم الجمعة من أي أسبوع، للاطلاع على هذه المكتسبات، للاطلاع على أهمية عبارة قطاع النفط وصناعة النفط في مملكة البحرين. إحنا كشركة يعني نولي اهتمام شامل بالسياحة، وتلاحظين هاي من خلال مشاركتنا في المهرجانات، الفعاليات، كرعاة، كمساهمين، واليوم دورنا موجود في من شركة يعني موجود في هذا المحفل، شاركنا بسيارة سلامة. هم إحنا نعني بالسلامة في القطاع هذه، نحمي الجماهير والعامة والرواد مرتادين هذه الفعالية، وهاي دورنا يعني. نتواصل وياكم ويا لقاء آخر ويا أحد المشاركين. مساء الخير. مساء النور. تعرف عليكم؟ أم محمد. أم محمد ياج. أم محمد ومحمد، شو عندكم اليوم؟ شو أقول لك، طبخات خفيفة، بس الحين مو حاطين الطبخات لأن ترين العالم إن شاء الله 6:30 إن شاء الله. مسوينا كل صيني طبخ أم محمد، وإن شاء الله المستعان إن شاء الله. إن شاء الله. أم محمد، من وين طلعت النكهات والطبخة والسر مال الخلطة؟ الخلطة في البيت كلها أنا أسويها، وكل شيء أنا أسويها يعني. يعني جربتي كم من مرة، ولا كان في شيء في بالك معين وسويتي؟ بلي أنا يعني في طباخة، يعني اللي أحب طبخ وبس. إنزين، يعني مثلاً هني في هالفعالية مشاركاتكم خلاكم يعني مو بس البحرينيين والأجانب واليايين من الخليج العربي إن يجربون طبختكم، هل شيء يحفزكم إن دائما تشاركون في هاي نوع الفعاليات؟ أكيد أختي، هاي شيء طيب، عبارة نجرب هالفعاليات وتشوفون أكلنا شلون، الله المستعان يعني. مساء الخير. مساء النور. تعرف عليك؟ الأستاذ فهد عبد العزيز عبد الجليل. هلا أستاذ فهد والعائلة. ختم عبد الجليل. محمد. رغد. رغد، هلا ونعم فيكم. من زمان في البحرين؟ إيه، لي يعني حول 7 سنين. ما شاء الله، من 7 سنين لهاليوم كان في اختلاف في الحياة المعيشية في البحرين، في الطلعات، في الأماكن تروحون فيها في الأجازات؟ إيه أكيد، يعني في اختلاف في تروح المتنزهات، تلقي خدمات يعني ما شاء الله. الأمن، المعيشة فيها يعني مستأنسين من الآخر، الحمد لله. يعني وش أقول لك، أنا اللي بقلبي ما أقدر أعبر بها يعني بدقيقتين أو 3 دقائق. إحنا مستأنسين من الآخر، نطلع الحدائق نلقى خدمات، نلقى الأمن، نلقى مستأنسين مرة. متواصلين وياكم بس هالمره ومشاركين في هذه الفعاليه. مساء الخير. مساء النور والسرور. تعرف عليك؟ عبد الامير احمد. عبد الامير. علي الغزال. علي عبد الامير، تخبروني عن مؤسستكم. نحن المجموعه البحرينيه للمعاطي. هلا ونعم فيكم. سمعت من شوي انتم توكم بادئين، يعني كانت المؤسسه جديده. اي، احنا اهدافنا دعم توظيف وتشغيل المعاقين راح يكون، ومتابعه مشاكل فيما بعد يعني او مستقبليه فيما بعد التوظيف ان شاء الله. طبعا في هذه المناسبه السعيده، اولا نتقدم بالشكر الجزيل الى
نقابة الهر عمال البحرين جميعا بهذه المناسبة السعيدة في يوم عيدهم. لما تشوفون ان في ناس ثانيين البحرين يزورون المكان وياكم يقعدون وياكم يسألونكم على التقاليد البحرينية وهالأشياء كلها؟ هو معروف أصلاً الشعب البحريني شعب اجتماعي مضياف طيب، ومن ضمن يعني أصلاً النسيج الاجتماعي مالنا إن إحنا نكون يعني متواصلين مع بعضنا بعض. مرحبين للشعوب المختلفة. هاي الفعالية طبعاً توها بادية من شوي، كيف كانت الفعالية؟ هل استمتعتوا فيها؟ كنتوا متوقعين اللي بيسوونه؟ بالعكس، الاتحاد الحر يعني ما قصر بالمهرجان يعني، وبالعكس أعطانا إحنا هو من الداعمين لنا للتعريف بمجموعتنا، وهم من تقدرين نقول كشريك يعني معانا في التأسيس يعني. We'll be right back.